صباح الخير مشاهدينا، نحن وياكم منطلق بصبحية جديدة مباشرة عبر شاشة تلفزيون لبنان. بالوضع الراهن الكل عم يطلع لحتى يشوف كيف بده يدبر حاله، الكل عم يطلع لحتى يشوف كيف بده يشوف الإيجابية بالأشياء حواليه. للأسف يمكن صحيح منطلع أوقات ومنشوف أنه في كتير من البشاعة حوالينا، في كتير من السلبية، في كتير من الناس البشعين بتصرفاتهم بطريقة تعاطيهم مع الأمور. والمؤسف بالموضوع أنه عم نترشق الاتهامات يلي بيقول السياسيين، يلي بيقول العالم، يلي بيقول، ولكن كل واحد ينطلق من حاله. وهذا أكبر دليل بالفترة الأخيرة كتير من الأشغال عم تصرف موظفينا، كتير من الأشغال يلي بمشكلة الدولار واللبناني عم تتصرف بطريقة لا إنسانية مع موظفينا، كتير من الناس بطريقة تعاطيهم مع خيهم الإنسان لا إنسانيين بهيدا الموضوع. فخلونا أكتر عن جد نطلع شوي بحكمة، بروية، بقلة طمع، لأنه كمان في ناس عم تستغل هيدي الفترة لحتى تكون عم تطمع أكتر بهيدي الحياة، وهيدي الحياة يلي منا حرزانة، هيدي الحياة يلي ما حدا بغدرها وبيحمل معه شيء إلا صيته الحسن، ما حدا بغدرها إلا وبيحمل معه أعماله الحلوة واسمه يلي أهم شيء يكون نظيف. لأنه ياما في ناس أسماء رح تبقى متسخة لدايماً، ورح تبقى هالقد بشعة بذاكرة وبذهن التاريخ لقدام. خلونا نكون إنسان أفضل، وخلونا نستمر بهيدي المرحلة يلي كتير صعبة عم نمر فيها، وتحديداً بلبنان. أكيد كورونا لازم ننتبه لأنه صحتنا أولوية، ولكن في صحة نفسية، في صحة اقتصادية، في صحة اجتماعية، في صحة على كافة الأصعدة أنه ننتبه لها ونكون متيقظين لها. صباح الخير لكم، وإن شاء الله الخير بيحمل كل شيء حلو لكل واحد منا. أكيد كل واحد على قد توقعاته، أوقات الأشياء صغيرة هي اللي بتعمل فرق. هالحلقة يلي بننطلق فيها بمواضيع متنوعة، حلقة بتشارك تقديمها أنا وزميلتي بيا. صباح الخير. صباح الخير لك شادي، شو أخبارك؟ نهارك سعيد إن شاء الله، هيك بتكون كل أيامنا حلوة. فما رح ضيف على اللي قلته، خلينا بس نفكر بشغلة واحدة كتير إيجابية، إنه مش حلو نطبع أسامة، نطبع أفعال. يعني هيدا أهم شغلة لحتى الواحد يقدر يعمل فرق طبعا. لأنه الحكي كتير، ولكن الفعل أوقات عم بيكون قليل، وأوقات الفعل كذاب، وأوقات الفعل عم بيكون نصاب، وفي كتير تعابير بشعة وللأسف موجودة حوالينا اليوم. فياريت تكون أفعالنا حسنة لا أكتر ولا أقل إن شاء الله يا رب. وهيك بإيجابية نحن رغم كل الظروف الصعبة اللي عم نمرق فيها واللي غيرنا عم بعيشها كمان، رح ننقل هيك الفرحة والضحكة لقلوب الكتار ولبيوت الكتار كمان. هيك خلينا نعطي فكرة سريعة عشان نعطينا بصبحيتنا هيك شادي لليوم. البداية رح تكون مثل ما تعودتوا مشاهدينا مع الفقرة الرياضية الصباحية، لحتى نتعرف مع الكوتش طاهر حسكور على هيك حركات جديدة تساعدنا نحافظ على الرشاقة البدنية. من بعدها بنتابع مع حال الطقس، ومحمد فارس رح ينضم لنا باتصال مباشر تنشوف كيف رح يكفي طقس هالاسبوع. وما بننسى الفقره الثابته مع زميلنا دنيا حارب بورد سيجمنت اللي بيطلعنا من خلالها على اخبار متفرقه من العالم. ولا فقراتنا الحواريه تفضل. اكيد ضيوف متنوعين فيها مثل العاده عم ينضموا لنا، لحتى على امل يكونوا عم يضيفوا لنا وللمشاهدين كمان بكل المواضيع يلي عم بتصير حوالينا. بالبدايه اليوم بينضم لك علي جوهر ونيلا شمالي من جمعيه الجنوبيه الخضر وايلد لايف انفوجرافيكس، لحتى يكونوا عم يحكوا عن مشاريع هيدي الصيفية، وخاصة أنه في كتير اتجاه كمان للزراعة، في كتير اتجاه للجرين أرياز يلي عم نحطها ببيوتنا حوالينا. فمنحكي بأي تفاصيل هيدا الموضوع. ايضا بنضم لك شادي اليوم جاد شحرور المسؤول الاعلامي لمؤسسه سمير قصير، حتى نحكي عن اطلاق مركز سكايز للدفاع عن الحريات الاعلاميه والثقافيه بمؤسسه سمير قصير، وهالحمله التوعويه حول الحريات بلبنان تحت عنوان الحريه مش رقم. منتابع أيضا بالموضوع البيئي ناشطة بيئية كارولين شابطيني بتخدنا أكثر لعمل فني كمان يعنى بالبيئة، لحتى نكون أكثر عم نضوي على هذا الموضوع وعلى أهمية الحفاظ على البيئة وخاصة بهذه المرحلة كمان. ايضا بينضم لنا اليوم الدكتور سهيل منيمني رئيس جمعيه تراث بيروت، حتى نحكي معه عن بيروت بعيون الرحاله.
أما البداية مثل العادة، لأنه الرياضة جزء أساسي من حياتنا، ولأنه لازم نكون هيلثي ولازم نكون فت ولازم نكون منتبهين على صحتنا، لأنه الرياضة بتخلينا منتبهين مش بس على جسمنا إنما على صحتنا النفسية كمان. الفتنس كوتش طاهر حسكور دايما عنده أبديتس يخبرنا عنهم، منتابع سيجمنت سوا. مشاهدينا منتابع بصبحيتنا نحن وياكم، أكيد منروح لأحوال الطقس مباشرة من مصلحة الأرصاد الجوية بمطار رفيق حريري الدولي. وئام صباح الخير. صباح النور يا أهلا. وئام معك رح نتوقف أكثر مع تفاصيل لحتى نشوف طقس اليوم كيف رح يكون، خبرني. إيه أهلا وسهلا. بالنسبة للطقس بشكل عام رح يكون طقس مستقر ومعتدل الحرارة للكم يوم الجايين. نعم. تفصيليا بالنسبة للثلاثة رح يكون قليل غيوم، رح يكون عنا ضباب محلي على المرتفعات. دون تعديل يذكر بدرجة الحرارة بالنسبة لحرارة امبارح، يعني بالنسبة لليوم. بالنسبة للأربعاء رح يكون صافن إجمالا، ارتفاع بدرجة الحرارة خاصة على الجبال، رح يتشكل عنا ضباب محلي على المرتفعات خصوصا بالفترة المسائية. بالنسبة للخميس رح يكون قليل الغيوم إلى غائم جزئيا، كمان مع شوية ضباب محلي على المرتفعات رح يكون شوية انخفاض طفيف بدرجات الحرارة. بالنسبة للحرارة المتوقعة على الساحل رح تكون لليوم من 19 إلى 29 درجة، الأربعاء من 20 إلى 29. على الجبال رح تكون ليوم 3 من 13 إلى 22، أما الأربعاء رح نشهد شوية ارتفاع بدرجة الحرارة مثل ما حكينا، رح تكون من 14 إلى 26. بالداخل رح يكون عنا الثلاثة 15 ل 30 والأربعة من 15 ل 32. نعم. الرياح السطحية رح تكون شمالية غربية نهاراً، متقلبة ضعيفة ليلاً، من 8 إلى 25 كيلومتر بالساعة، يعني بشكل عام ما في عنا هواء. الرطوبة كيف رح تستمر؟ الرطوبة رح تكون من 60 ل 80% على الساحل. رح يكون عنا الانقشاع جيد على الساحل، ضباب على المرتفعات مثل ما حكينا، حال البحر رح يكون منخفض الموج، حرارة المي 24 درجة. هيدا كل شيء. يعني هذه هيك نشرة سريعة. وأم قرداب شكرا لك من مصلحة الأرصاد الجوية بمطار رفيق حريري الدولي. أهلا وسهلا مشاهدينا، هذه كانت جولة سريعة على طقس مثل ما شفنا. رح نتابع نحن وياكم بصبحيتنا، بذكركم أنه تواصلنا دايما عم بيكون من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، تحديدا عبر الفيسبوك بيج تبع أحلى صباح، وأكيد من خلال teleliban.com.lb. رح نروح لريبورت مع زميل داني حرب يلي بيجمع لنا من خلاله دايما ابديتس واخبار من حول العالم، شو عم بيصير حوالينا، منتابع سوا. رح يلقي القمر بظلاله على أجزاء من نصف الكرة الشرقي من أفريقيا وأوروبا الشرقية للمحيط الهادي بكسوف شمسي ب 21 حزيران بنفس يوم الانقلاب الصيفي لنصف الكرة الشمالي، فوفقا لوكالة ناسا فالمرحلة الحلقية من كسوف الشمس لما تكون الحواف الخارجية لشمس فقط مرئية حول القمر بحلقة نارية، فهي رح تعبر جمهورية كونغو ديمقراطية وجنوب السودان وأثيوبيا وإريتريا واليمن والمملكة العربية السعودية وعمان وباكستان والهند والصين وتايوان، ورح يتمكن الناس على بعد ألاف الكيلومترات شمالي وجنوب هالمنطقة من رؤية مراحل مختلفة من كسوف جزئي. اقترب تاني أكبر جسم قريب من الأرض بعد ما ساد الظن أنه يكون خطر هالسنة على الأرض بسرعة بتزيد عن 11 ألف كيلومتر بالثانية، وفقاً لمركز ناسا لدراسات الأجسام القريبة من الأرض. وقدرت ناسا الكويكب 136796 المعروف باسم 1997BQ بعرض 640 متر و 1.4 كيلومتر، أي تقريباً حجم جسر جولدن جيت. لازم انه نعرف انه هالكويكب بيدور حول الشمس كل 844 يوم وفقا لأسترويد ووتش،
وقد مر إلى جانب الأرض قبل أيام على مسافة 6.2 مليون كيلومتر، وهو أقرب من أكبر جسم اقترب من الأرض OR21998 اللي مر إلى جانب الأرض ب 29 نيسان على مسافة 6.3 مليون كيلومتر. اكتشف علماء فلك عملاق أحمر بيبلغ 3500 سنة ضوئية من الأرض، وبيقدر أنه يكون واحد من أقدم النجوم بالكون وفقاً لبحث نشر بالإشعارات الشهرية للجمعية الفلكية الملكية. وقال الباحثون ببيان صحفي أنه النجوم الأولى اللي أنشأ الانفجار الكبير انقرضت، لكن العملاق الأحمر اللي اكتشفوه بهالة المجرة من المحتمل أنه يكون من نسل هالنجوم الأكبر سناً. وبيحتوي العملاق الأحمر على أقل كمية من الحديد تم اكتشافها على الإطلاق، أو 1.5 مليون مرة أقل من اللي موجودة بالشمس. ومن المرجح أن يكون النجم المصاب أقدم بكتير من النجوم المعدنية، ويعتقد أن النجوم الأولى مصنوعة من الهيدروجين النائي والهيليوم، ولما بتموت هالنجوم بتنفجر بمستعمرات أعظم وبتخلق عناصر معدنية. وفقاً لرسالة عامة من علماء المناخ والجيولوجيين بمؤسسات بما في ذلك جامعة ألاسكا وجامعة ولاية أوهايو وجامعة كولومبيا البريطانية، فقد يؤدي انهيار نهر جليد بألاسكا لانهيار أرضي يؤدي لحدوث تسونامي بمقاطعة الأمير ويليام، ويمكن أن يصير هالحدث بأقرب وقت هالسنة أو العام المقبل، وربما بموعد ما بيتجاوز 20 سنة من اليوم. وبيقول الباحثون أنه تراجع جبل باري الجليدي يمكن أنه يؤدي لسقوط الوشاح، ورح يؤدي هالأمر لحدوث تسونامي مدمر، حيث قد تصل الأمواج لارتفاع 1000 قدم. بعبارة تانية رح تهدد قوارب الصيد والصيادين والسياح اللي بيترددوا على المنطقة. فوفقاً للرسالة لا شك أنه تغير المناخ بيغير كل شيء من السيء للأسوأ. صباح الخير لكم مشاهدينا، بدي رحب بكل الاشخاص اللي انضموا لرفقتنا بصبحيتنا المباشره عبر شاشه تلفزيون لبنان، وبذكركم ما تنسوا تتواصلوا معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصه بالبرنامج اللي رح تمرق باسفل الشاشه، وفيكم تتابعونا لايف كمان على صفحتنا على الفيسبوك. الحياه البريه حياه مليئه وغنيه بكل الامور اللي لازم نحن نحافظ عليها حتى نقدر بالمقابل تعطينا ونحن نكون عم نهتم فيها. قد اليوم الحياه البريه مهمشه، قد اليوم الحياه البريه ما حدا عم يطلع فيها وما حدا عم بيعطيها اهميه واولويه. تنحكي اكثر عن تفاصيل هذا الموضوع بصيرنا استضيف اليوم علي جوهر ونائله شمالي من جمعيه الجنوبيون الخضر حتى نحكي عن مشروع وايلد لايف انفوجرافيكس يلي بيعنى بالحياه البريه. صباح الخير واهلا وسهلا. صباح الخير. بالبداية خليني أحكي معكم عن جمعية الجنوبيون الخضر، تأسيسها وأبرز أهدافها تنرجع نفوت بالمشروع. جمعية الجنوبيون الخضر تأسست سنة 2012 وطلع لها المرسوم سنة 2014، وتأسسها الدكتور هشام يونس، وهدفها كان أساسي توعية تجاه المخاطر البيئية، إيش كل الأشياء اللي بتهدد الطبيعة، كيف نحمي الطبيعة ونحافظ عليها. وهي مؤسسة أكيد كلها من متطوعين وممولة ذاتيا، وكلنا يعني هدفنا توعية كيعني هدف أساسي يعني. نعم. نائلة، المشاريع اللي عم بتقوموا فيها كجمعية اليوم على الأرض خاصة بما يعنى بالبيئة شو هي تحديدا؟ هو في عدة مشاريع صراحة عم نعملها. هلأ من أهم المشاريع اللي عم نشتغل عليها اللي هو مشروع الانفوغرافيك الحياة البرية. هذا الانفوغرافيك أول شيء بلشنا
نشتغل على الضبع المخطط اللي هو كمان معرض لخطر الانقراض وموجود بمنطقة عنا بلبنان. وين موجود تحديداً بلبنان؟ موجود أكثر شيء بالأماكن اللي فيها أكيد أماكن فيها غابات وأحراز وهون بيتواجد أكثر شيء. بس صوب الشمال صوب الجنوب في بالشمال في بالجنوب صح حتى يعني هيديك من فترة بجوني يمكن لقوا كمان كان مصاب صح كان مصاب طبعا مخطط مصاب صح أوكي. فهيدا المشروع عم يعتمد انه نحن نضوع على هيدي الحيوانات وكمان اللي هي الأساسية جدا في بالحياة البرية وخاصة بلبنان ونعطي كافة المعلومات اللي ممكن الإنسان تخطر على باله ويتساءل عنها إذا يعني ما بعرف إذا موجودة هلأ الإنفوغرافيك لحتى نعرضها ويمكن ما بعرف رح نشوفها بنحكي عنها بالتفاصيل نعم طيب اليوم قدي الحياة البرية معرضة للخطر ومهددة من قبل الإنسان ومن قبل البيئة كمان صحيح 100% هيدي الصورة عم تمرق على صح هيدي جزء من الانفوغرافيك اللي هي عن الضبع المخطط إذا بتلاحظي هي انفوغرافيك بسيطة بتجمع كافة المعلومات عبارة عن كذا نحن اشتغلناها حطيناها على السوشيال ميديا كبداية عبارة عن كذا سلايد هي وطبعا مثل ما قلت انه فيها المعلومات عن الحيوانات اللي رح نحكي حتى يعني لقدام حنطرح عدة حيوانات نحكي عنها موجودة كلها موجودة بالطبيعة اللبنانية صحيح نعم صحيح هيك حال عم نشوفهم ورا بعضهم اوكي هون هذا مشروع السلاحف البحرية اللي عملناه هيدي السنة بسبب الحجر هو كل سنة نحن بنعمل معرض عن السلاحف البحرية ب 2014 الجمعية قدمت اقتراح اليوم العالمي للسلاحف البحرية وصار اليوم العالمي للسلاحف البحرية بخمسة أيار من كل سنة نحن بنحتفل فيه بنعمل أنشطة بندعي الناس خاصة المدارس يعني بجنوب وبسور بيقدموا مشاريع بيقدموا أشغال يدوية بس هيدي السنة بالصورة اللي مرقت عملنا المعرض بطريقة يعني افتراضية بطريقة افتراضية صح نعم. طبعا أوكي. لأنه مش قادرين تكونوا متواجدين على الأرض بسبب فيروس كورونا ضم نعم. لوحات وأعمال فنية عن السلاحف البحرية وين صار هذا المعرض؟ هيدا المعرض هلا هالسنه بسبب الحجر عملناه يعني افتراضي. بطريقه افتراضيه على ابلكيشن والناس صارت تفوت يعني مين ما كان في يتسجل يعني كلكم اشتغلتوا من داخل بيوتكم على هيدا المعرض مش انه كان في لوكيشن معين وانتم جربتوا تنقلوها للعالم هو كان في عدد معين من المتطوعين اشتغلوا عليه نعم عادي طيب خلينا نرجع لموضوعنا اللي هو انفوغرافيك الحياة البرية والحفاظ على الحيوانات اللي عم بتميل للانقراض اليوم عم نحكي كنا عن الضبع المخطط يلي انتو عم بتجربوا قد ما بتقدروا يمكن ترجعوا يمكن تضيفوا نوع من الحيوانات للحيوانات الاوريدي الموجودة عم بيكون في حيوانات انتو عم بتجيبوها وتحطوها بالطبيعة بالبيئة حتى صحيح. على القليل انه ما يكون هيدا الضبع اللي هو رايح على الانقراض يروح فعلا على الانقراض هون عم بيصيروا تيرايت كاتها هلا هو مش بس الضبع المعرض لانه هن كل الحيوانات رح نحكي عن الباقي صحيح صحيح بس نحن كمان كجمعية عندنا مثل آلية تبليغ هي المرصد الأخضر من أنشط المراصد يعني موجودة بلبنان بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي مشكورين أكيد وعم بيقضوا واجبهم لأكمل وجه فبنوجه لهم تحية أكيد يعني مثلا بيجينا تبليغات بآخر ست أشهر إجينا تقريبا حوالي 90 تبليغ كلها تعديت على الحياة البرية وفي كتير مثلا بيبيعوا فراخ بوم وفراخ بيبيعوا فراخ بوم اوكي البوم ممنوع يعني التجار فيها وهذا وهو اللي كمان البوم حتى يعني فرص نجاتهم هن وصغار كثير منخفضه يعني نحن بهذا يعني بالفعل اللي عم بيصير من قبل الناس يمكن ما منا عارف هذا الشيء او منا كثير واعيه عم بيخلوا بتوازن الطبيعه فنحن يعني نتلقى هالتبليغات ونبعثهم للكوان الداخلي اللي هي يعني بس عم يتم بيع فراخ البوم لمين؟ يعني تجار للأسف للأسف يعني ليه في حدا بربي بومه بالبيت عنده مثلا؟ في ناس في ناس عندها أو بتجر يعني كتجارة بياخدوها ما بيعرفوا يتصرفوا فيها آخر شيء إنه يعني
اوكي، شو التعديات اللي عم بتصير كمان على البيئه؟ مثل شو غير بيع صغار الحيوانات او يمكن قطع الاشجار؟ شو أكيد كمان عم بتصير؟ اكيد نحن كمان هلا عم نشتغل على قصة المحميات، يعني نحن بالنهايه عم يعني بيجينا استشارات يوميا عن هالتعديات، عن يمكن في مثلا حدا عنده حيوان ما قدر يعتني فيه مزبوط او ما عرف كيف يعتني فيه مزبوط، حيوان بري مثلا او شيء، فنحن اوقات بناخده منه منطببه اذا بحاجه لشيء، بنرجع بنطلقه للبريه. نحن الري وايلدينج يعني كثير مهمه بالنسبه لنا، وبالنسبه كمان لازم نشير لشغله كثير مهمه، انه كرمال نقدر نطلق هالحيوانات للبريه عم نشتغل على موضوع المحميات البريه، يعني في محميه العباسيه هيدي انجزناها يعني مع الدوله. شو انجزتوا فيها لمحميه يعني العباسيه؟ يعني اشتغلنا كرمال تصير محميه. صحيح، شو ضفتوا لها؟ يعني خلص صارت مثلا هلا يعني مثل البلديه معتبرتها محميه، اكيد المحميه ما في حي الله حدا، اكيد في قواعد معينه، ما في واحد يعني ما في واحد يروح ما بعرف مثلا يتصيد هونيك بالمحميه او يروح ياكل ويزيد وسخه او الى اخره. حتى ممنوع يمكن يقطف اي نبته موجوده بالمحميه. اكيد 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 في الاستشارات، في الاستشارات النباتيه اللي عم يقول عنها علي، هذه الاستشارات يعني مثلا بالمناطق الحرجيه اللي عم تتعرض ل لتعديات. اوكي، نحن ممكن يعني في كمان مهندسين زراعيين بالجمعيه بيقدموا، ممكن يقدموا حلول او يعني بخصوص الاشياء النباتيه الموجوده. شو هي هيدي الحلول اللي عم بيقدموها؟ لشو بحاجه انتم اليوم خاصه من قبل الاخصائيين بهذا المجال؟ طبعا نحن كثير بحاجه لاخصائيين، ان كان بعده مجالات، مثلا نحن انا اخصائيه مثلا تصميم اعلانات، ففي ناس مهندسين زراعيين، في ناس عم بحكي بمجال البيئه، يعني عم بتقولي بحاجه لمهندسين زراعيين او اخصائيين زراعيين حتى يهتموا بالبيئه وبالمحميات اللي انتم عم تشتغلوا عليها، شو هي هيدي النصائح اللي انتم ناطرينها؟ شو هالارشادات اللي انتم بحاجه لها اليوم حتى تقدروا تكفوا؟ اوكي، من الارشادات اللي ممكن نحتاج لها انه ممكن يقدموا توجيه للناس مثلا بخصوص نباتات معينه، كيف ممكن يتعاملوا معها، شهيدا مثلا اذا هيدي النبته معرضه لخطر الانقراض او لا، يعني بهالامور هيدي. في نباتات نادره يعني بس موجوده بمناطق معينه، يعني بمحميات مثلا يعني موجودة بس في النرجس الرملي أو البحري، موجود كمان بمناطق جدا. ونحن كمان عم نشتغل كمان على كذا محمية سبقين، يعني عم نشتغل الموضوع، وفي شط عدلون كمان، هولي كلهم مثلا محلات سلاحف بتبيض فيها، فنحن وجبنا كمان نهتم لهذا الموضوع قد ما فينا نروح صوب حمايته. على كل حال يمكن انتم كجمعيه جنوبيون الخضر على الارض عم بتواجهوا يمكن صعوبات ومشاكل اكثر ما انه اذا بدنا نحكي فيها هلا، ولكن اليوم اذا بدي فوت بنقاط بتتعلق بالبيئه ونقاط بحمايه البيئه والوعي البيئي عند المواطن، قد ايه عم تلمسوا هذا الشيء عند المواطنين وعند الشباب، عند الفئه الشبابيه اكثر واكثر، وقد ايه قادرين تساعدون حتى يصيروا يستوعبوا انه البيئه هي اساس لنقدر نكفي وتوفر لنا التأقلم البيولوجي والغذاء كمان السليم لنا، كيف قادرين تساعدونا؟ مثلا الضبع يلي عم نحكي عنه هلا، الضبع المخطط، كان قبل كثير يعني نسبه اذا بدك المعرفه قديش يعني الناس ما كانت تعرف انه الضبع المخطط هو ضبع خجول. اوكي، ما بيقرب على الناس الا ما حدا يتعرض له، يعني بيقطع على الجيف صح، بيقدر فقط على الجيف، مثل ما هو كمام البيئه بسموه، بينظف البيئه يعني هو جدا ضروري وجوده بالبيئه، والناس كانوا يخافوا منه، الناس كانت تنسج الروايات والخرافات يعني حتى الثعلب والابن قاوة كانوا قبل انه بس لازم هلا يعني مثل ما عم يقول علي، الثعلب صار بالنسبه للناس كائن كيوت هلا، مهضوم يعني عم نلمس وعي صراحه صار بالنسبه للناس. اول ما بلشت الجمعيه كان الناس اول شيء انه شو الضبع، ليه حاطين صوره الضبع، انه شو بيفيد هيدا، وانه الناس تستغرب. بس الضبع ما بيتهجم على الانسان؟ لا، الا بحال الدفاع عن النفس، يعني اذا واحد اجى حاصر وهذا اكيد رح يدافع عن نفسه مثل اي كائن، هذا حقه الطبيعي يعني. والثعلب نفس الشيء، الثعلب اكيد اكيد اكيد.
بعد شو في حيوانات مثلا بعد ممكن ما يعني يخاف منها او ما يخاف منها الانسان شو هي؟ اجمالا الضبع وابن قاوة انه ممكن صحيح الناس صحيح ابن قاوة كمان هلا تقاليد القديم او الواوي يعني ايه الواوي صح ايه انه عندها التقاليد القديم في ناس بعدها يمكن مشبسه فيها يمكن بس الحمد لله لا نحن لمسنا كثير تغير يعني من اول ما بلشت الجمعيه لهلا كثير في فرق نعم. كثير في فرق يعني بالناس هلا لا بالعكس صار عندها وعي اكثر خصوصي فئه الشباب يعني عم تنتبه لهذا الموضوع اكثر عم تقول انه لا عم بتنادي بحمايته وحتى التعديات يعني قتل هذا خفت كثير حتى عم يصير في كثير تبليغات هذا بيعني انه الناس بلشت يعني صار في وعي وهذا يعني مؤشر جدا ايجابي يعني بالنسبه لنا كيف عم بتقوموا بحملات التوعيه وخاصه لطلاب المدارس عم بتروحوا على المدارس هلا اجمالا كله عم بيكون انه على السوشيال ميديا بس عم بيكون في اكيد استشارات يعني خلال طبعا انا ما عم بحكي هلا بهذه الفتره عم بحكي بالفترات السابقه صح اكيد عم في تعاون وثيق مع المدارس مع المؤسسات التربويه وخصوصي مثلا بما يخص السلاحف البحريه كان في كثير نشاطات يعني مع المدارس ان كان من خلال الاشغال اليدويه او ان كان يعني شيء توعوي حتى هذا الشيء يعني بيعزز عند الطفل بيصير يعرف مدى أهمية السلاحف البحرية نعم طيب إذا اليوم بدنا نحكي بإطار إصدارات يمكن منشورات أو كتيبات صغيرة هي دليل الوعي وثقافي للطالب وللإنسان وللمجتمع ككل وين صرتوا بهذا الصدد؟ هلا نحن عم نشتغل على في كذا مسودة يعني عم نشتغل على عدة حيوانات أساسية بلبنان مثل ما كنا عم نشتغل على الضبع المخطط هيدي طبعا الضبع المخطط يعني هو موجود يعني فيها أي مؤسسة ليه مركزين تحديدا على الضبع المخطط؟ ليه هالتركيز الكبير؟ لأنه هو الحيوان الوطني للبنان صح في ناس كثير ما بتعرف فعلا انظلم يعني عن جد انظلم بالأساطير وبال بالروايات يعني اللي كانت تنعمل عنه فعم نشتغل يعني على حيوانات تانية هلا حاليا ان شاء الله هو شغلنا هيدا الانفوجرافيك بخلال فترة يعني الحجر ببيوتنا يعني وان شاء الله طبعا هيدا الانفوجرافيك متاح للمؤسسات التربوية اذا بدها تحصل عليه او ادارات المحميات من خلال التواصل معنا على بريد الالكتروني كيف فين تواصلوا معكم شو هو البريد الالكتروني تبعكم هي صفحه الجنوبيون الخضر موجود على الفيسبوك على الفيسبوك ايه. موجود البريد الالكتروني يعني لكن فوتوا على صفحه الجنوبيون الخضر صح. على الفيسبوك صح وبشوفوا البريد الالكتروني بيتواصلوا وعلى هالاساس من دون طبعا اي بدل مادي يعني نعم طيب بما انك كنت عم تحكي عن الضبع المخطط وهو يعني من امتيازات لبنان ضمن الفئات الحيوانيه لانه صحيح. مش متواجد باي بلد اخر يعني منبعه او موطنه الاساسي هو لبنان هو بالمنطقه الشرق الاوسط موجود نحن عندنا الضبع السوري المخطط بيقولوا السوري هو بس هو اكبر اكبر نوع من الضبع المخطط الموجود عندنا بلبنان نعم طيب اليوم اذا بدي احكي عن هذا الضبع المخطط يعني بالاونه الاخيره وفق الدراسات اللي عم بتقوموا فيها لاي رقم وصلنا بعدد الحيوانات هي ما في دراسات محددة يعني تا يشوفوا قد ايه عددها اكيد هلا هي تقلصت عن قبل يعني اكيد كانت قبل اكثر بكثير بس نحن بس برايك ليه انقرضوا؟ ليه وصلوا انه لمرحله الانقراض بعد ما انقرضوا؟ من ورا من ورا الدمار اللي يعني هو في عدة أسباب في كثير أسباب أكيد تقلص أحجام الأحراش ومحل ما هو بكون هذا أكيد هذا أكيد يعني بصير هذا الشيء بخليه يطلع لبرات هذا ليفتش على طعامه فالناس من وراء هذا بصير إنه بيقتلوه بيخافوا منه بيقتلوه فهذا سبب أساسي يعني لتراجع أعداده أكيد فلهيك إنه أنا شددت كثير إنه على قصة إنه المحميات نحن عم نركز مش إنه كان عم بيتم قتله من قبل الإنسان بلا يعني هو في كذا سبب مرتبط كله مرتبط يعني كانوا يخافوا منه ويقتلوه كانوا يعتبروا انه ممكن ياذيهم فهلا احنا عم نرجع نوعي انه الضبع المخطط ما مفروض نتهجم عليه او نقتله ما راح ياذينا اذا نحن ما كنا عم نتهجم عليه 100% صحيح طيب نائلة يعني على شو عم بيتم العمل اليوم في مشاريع جديدة عم بتخططوا لها غير الانفوجرافيك البيئي اللي عم تشتغلوا عليه هلا حاليا يعني نحن كقسم
الديزاين والاعلانات. يعني عم نشتغل هلا حاليا مركزين على هذا الموضوع، يعني عن الحيوانات، عن نعمل انفوجرافيك عن كافه، يعني نحاول نعمل عن كافه الحيوانات المتواجده بمنطقتنا، يعني بهدف التوعيه. نعم. حاليا اهلا وسهلا فيكم علي جوهر وانا الى شمالي من جمعيه الجنوبيون الخضر طبعا، وتحيه لكل المتطوعين بهالجمعيه اللي عم بيسعوا دائما للحفاظ على البيئه. نعم. يعني يعطيهم الف عافيه، عم بيتعبوا كثير. نعم. الحفاظ على البيئه وهيك توعيه الاشخاص اكثر واكثر انه الحياه البيئيه هي من سلامتنا ولسلامتنا كمان، عشان نحافظ عليها حتى هي بالمقابل تعطينا كمان. اهلا وسهلا. شكرا لكم يعني على الاستضافه وعلى الاضاءه هيدي يعني اللي عملتوها، لانه بحاجه يعني. اهلا وسهلا فيكم، شرفتونا، يعطيكم الف عافيه. شكرا كثير. بريك قصير وبنرجع. صباح الخير لكم مشاهدينا، بدي رحب كل الاشخاص اللي انضموا لرفقتنا بصبحيتنا المباشره من احلى صباح. طبعا لبنان دائما بيحقق انجازات كثير كبيره وبيرفع اسم هالبلد بالعالي، افراده يلي دائما عندهم هيك ابتكارات وافكار جديده، دائما الامور البيئيه هي اولويه بحياتنا حتى نحافظ عليها ونعرف كيف من ماشي نخلق شيء. كارولين شبطيني الناشطه البيئيه حبت من سادات البلاستيك تخلق مجسم الهلال، وكانت قبل بمره عملت شجره الميلاد وخرقت جنس بوك بالنسبه للارقام القياسيه، خاصه للمره الثانيه احتلت هيدي المرتبه بالنسبه لاغطيه العبوات. فرح نحكي بالتفاصيل مع بنت مزياره بنت الشمال عن هذا الانجاز. صباح الخير لك كارولين. صباح النور. يعطيك العافيه. يعني انا انت وراك اليوم قاعده والمجسم اللي وراك هو كله من اغطيه البلاستيك، خبريني شوي بالبدايه عن اللي عم نشوفه وراك ترجع فوت بحديث معك. لا هون طبقات هن اللي جمعوا لي هون الان من 3 شهور، انا ما عززتهم كلهم، يعني بس ما عززت شي 400,000 طبقه هول بقيوا، يعني رح نرجع نحملهم بكره وننزلهم لجمعيه كيدز فيرست لنسلمهم اياهم. نعم. كارولين خبريني شوي بإيجاز عن إنجازك الأول يلي حققتيه السنة الماضية بالنسبة لشجرة الميلاد، تنرجع نفوت بالإنجاز الثاني. هديك السنة عملنا كريسمس تري بشكة. نعم. وتعدوني فيها بلدية تركيا، يعني كان أكبر مجسم بالعالم معمول من أناني البلاستيك، وفعلا دخل موسوعة جينيس وورلد ريكورد، وكان مشروع بامتياز يعني. وبالفعل بوقتها يعني ولما فكينا الشجره اعطينا الطبقات، اعطينا الانانه للصليب الاحمر ليعملوا لهم ريسايكل، واعطينا الطبقات لجمعيه بيكوت ليستبدلوهم بسماعات. نعم. وبنفس الوقت هلا البروجي الجديد اللي عملته كمان دخلنا فيه جينيس وورلد ريكورد، كمان كان له اهداف انسانيه. خلينا نحكي عن الانجاز اللي دخلت فيه جينيس بوك للمره الثانيه، اللي هو انجاز مجسم جديد واللي هو الهلال. صحيح، عملنا اكبر هلال مصنوع من طبقات البلاستيك وكسرنا فيها اليابان. نعم. كيف اجت الفكره، كيف خلقت الفكره معك كارولين، وكيف قسمت الهلال؟ يعني حسب ما عرفت انه مقسم لخمس الوان، اربعه من، خبريني التفاصيل انت اكثر كارولين، تفضلي. هو من بعد ما نجحت بشجره عيد الميلاد حبيت فرجي انه نحن ببلد متعايش وانه فيني اعمل على رمضان مثل ما عملت على عيد الميلاد، وفعلا طلعت فكره هيك من دون تفكير، يعني حسيت انه لازم اعمل شيء للطائفه الاسلاميه، وعملت فتشت بجينيس وورلد ريكورد وكانوا هن كمان عم بيساعدوني، وعرفت انه فينا اعمل موزاييك على الارض، نسبه انه ما كان عندي دعم مادي يعني من ولا بلديه بهيدا البروجي، وطلع انه فينا اعمل اكبر موزاييك يعني فيها تعب جسدي اكثر ما فيها ماديات، وفعلا عملتها بمزياره حد بيتي. كنت طالبه من جارتنا يعني طنط ماري شديق، بدي اتشكرها واقول لها ثانك يو، لانه هي اللي اعطتني ساحه بيتهم يعني عمو جورج وطنط ماري، وعملتها هونيك لحالي، واكيد
عزت فيها كذا لون طبقات، كان لبنان كله مجمع لي طبقات بلاستيك، حتى من برات لبنان كانوا بعتين لي طبقات قبل الكورونا. نعم. وعملنا أكبر هلال وكسرنا فيها اليابان، طلع المساحة تبعها 196 متر مربع. يعني مثل ما عم نشوف على الشاشة مع المشاهدين كارولين، هيدا هو الهلال يلي أنجزتيه يعني من كم سدة بلاستيك؟ رجعي ذكرينا قلتي لي من شوي. عزنا فيه 400,000 سدة بلاستيك. العالم كانوا متابعين شي 2 مليون، يعني مش كان هين. نعم طبعا هيك الاصدقاء والاقارب وكل اللي بتعرفيهم هن اللي ساعدوك حتى تجمعي هل سديت هيدي حتى تنجزي المجسم. ليه اخترتي الهلال تحديدا؟ بس لفرجي انه نحن بلبنان فينا نكون بلد متعايش مش هالقد طائفي صراحه يعني. نعم طيب. اذا بتحس كان في صوره في العذراء حد المحل ما انا عم بشتغل، يعني حسيت انه قد ايه حلو نفرجي انه نحن فينا نكون بهيك ببلد عن جد متعايش والكل حد بعض. يعني قد ايه استغرق من الوقت انجاز هذا المجسم معي كارولين؟ هلا هن العالم فكروا انه اخذ كثير وقت لانه كان صرنا من نيسان مبلشه فيه، بس كان الطقس كثير سيء ما ساعدني، فوقفنا مثلا جمعه او جمعتين ما اشتغلت، بس لانه كنا حاطين كاميرا جو برو تايم لابس عرفنا انه اخذ معي 200 ساعه، يعني شيء 8 ايام شغل. 8 ايام عمل متواصل؟ لا مقطشين، يعني لانه في اوقات ما كنت اشتغل، كان في هواء كثير، كان في شتي، طيروا الهواء شيء 4 مرات ورجعت عدته. يعني تعذبت كثير. هيدا يمكن هون اهميه النشاطين البيئيين يلي دائما بجربوا يضووا على الامور الحلوه بطريقه فنيه، يعني البيئه يمكن او النفايات اللي نحن بنتخلص منها ممكن نستفيد منها بمراحل معينه، وهيدي اعاده التدوير يلي انت اليوم من خلالها جربت تصنعي هيدا المجسم وحصلتي على الرقم القياسي بجينيس بوك تحديدا وكسرت اليابان. مزبوط مثل ما قلتي لي. اول مره كسرنا المكسيك وبهاليومين كسرنا اليابان. صحيح. لمين بتنتهي؟ نحن اصلا رح نرجع نعطيهم، سوري، هول الطبقات رح نعطيهم لجمعيه كيدز فيرست، هي جمعيه بتعتني بالولاد اللي عندهم كانسر وما عندهم مصاري، فهن رح يبيعون لمعمل ريسايكل يعملوا اعاده تدوير، وبحقهم هن بياخذوهم كانه نحن بيكون كل حدا جاب لي طبقه كانه تبرع بابره او دواء لهول الولاد. عظيم. لمين بتهدي هذا الانجاز كارولين؟ للبنان اكيد. ولكل حدا جمع لي طبقه، ولبنتي صوفيا. شو اهميه اليوم الناشطين البيئيين يفكروا بهيدي الطريقه وينجزوا اعمال مثل هيدي؟ يعني قد ايه بتشجعي على هيك عمل؟ ليكي للصراحه قبل انا مش ناشطه بيئيه، ما كنت عم نضحك اضحك على حالي، انا بس كنت ما بكب بلاستيك، يعني لانه البلاستيك اكثر شيء يعني بده وقت ليتحلحل، بده 10,000 سنه البلاستيك ليتحلحل. فانا اكتشفت انه العالم بيتشجعوا يجمعوا ويعملوا ويضبوا البلاستيك ما يكبوهم بس لما بيكون في بروجيات. يعني تعي تنقول لهم انه هلا في معمل ريسايكل، تعوا اعطوهم البلاستيك، ما بيجوا، بس لما بتشجعيهم انه انتم بارت اوف ذيس بروجكت يعني كثير رح ينبسطوا. رح انا لهلا بعد تليفوني ما سكت انه يلا وين الثالث لنجمع، يعني قد ايه حلو هن يجمعوا انا ببعثهم ريسايكل. نعم. كل هالبلاستيك اللي وراك شو رح تعملي فيه؟ شو الانجاز الثاني؟ هولي رح ابعث، لا هولي رح نبعثهم للجمعيه كمان لانه هولي اجوا على اسم البروجي الثاني، يعني ما فيني خليهم للثالث. نعم. فكلهم يعني كل بنزيد نحن بلاستيك، بكره بسن الفيل رح ننزل على بكره بنكون تحت على 6:30، كل ما بنزيد لهم البلاستيك كل ما بنزيد لهم الفيدباك للولاد. يعني هيك بركي مدعي كل الاشخاص اللي عم بتابعونا اليوم كمان هن يجمعوا البلاستيك وينزلوا فيهم ويلاقوكم. ايه اذا ما انطبقت ايه، وغير هيك اذا ما لحقوني بكره خلوا لي اياهم لانه رح نطلع. نعم. بمشروع جديد. إذا بحبوا يتوجهوا على جمعية كيدز فيرست هن كمان يوصلوا الأنانة، كمان مش غلط، وفي حال حابين يتواصلوا معك كيف فيهم يتواصلوا؟ فيهم يتواصلوا على الانستغرام دي ام كارولين شابتيني. نعم. او كارولين شابتيني، شو الانجاز الجديد اللي ناطرنا معك؟ عم فكر هلا كثير قصص، عندي شيء 4. خبرينا شو هن؟ لا بعد ما تحلحلوا هالقد يعني، بس اكيد في شيء لكريسماس، اكيد في شيء لعيد الاستقلال، في شيء عم فكر فيه لسبور، يعني السبور بعده لهلا ميت الموضوع بلبنان، يعني فحلو يتضوا على موضوع الباسكت او الفوتبول.
نعم، عيد الآب هو أقرب مناسبة، في شيء عم بتحضري له؟ لا صراحة ما فكرت. بركة أعطيتك فكرة أنا، يلا فكري بشي جديد. بركة. كارولين شو كتير بتحب تضيفي شيء بختام لقائنا؟ لا ميرسي كل ذوق، ثانك يو للتليفون لأنه استقبلتوني، وبس بحب أقول للناس إنه يضلوا عم يجمعون للبلاستيك وما يكبون إلا ما يطلع معنا بروجيات جديدة، يعني ما بياخذوا محلات ببيوتهم. نعم شكرا لك كارولين شبتيني ناشطه بيئيه، والف مبروك كمان مره الانجاز يلي حققتيه، انك كسرتي الريكور العالمي بجينيس بوك وزحت اليابان على جنب، هيدا للمره الثانيه بتحصلي على هيدا الرقم القياسي، فمفتخر فيك وناطرين انجاز جديد كمان تكسري فيه رقم قياسي جديد. اهلا وسهلا. مشاهدينا رح نروح لفاصل صغير وبنرجع من بعدها. مشاهدينا منتابع بصبحيتنا، برحب بكل الأشخاص اللي انضموا لنا هلا، بذكركم بتواصلنا على مواقع التواصل الاجتماعي، الفيسبوك بيج عم بتابعوا عليها كل سيجمنت تبع البرنامج، وأكيد من خلال www.teleliban.com.lb. حرية الصحافة أمر مقدس، وهيك الحريات كلها لازم تكون، لأنه دايما لما نتطلع لمستقبل مشرق، لما نتطلع لمستقبل واعد، لما نتطلع لحرية التعبير، الاختلاف هو غنى، الاختلاف هو حرية وهو حياة بحد ذاته. باثنين حزيران 2020 15 سنة على غياب صحافي وإعلامي ومؤثر وسياسي وشخص استثنائي، سمير قصير خطفته الحياة عن بكير وانقطف من هالوسط اللبناني لحتى الرسالة تستمر من بعده، من خلال مؤسسة سمير قصير، كل الإعلاميين، كل الأصدقاء، كل الناس المقربين، زوجته الإعلامية جزال خوري، كل الأشخاص يلي كانوا عم يسعوا لحتى هالكلمة الحرة يلي كانت نواة عمله ضل مستمرة. اليوم كمان مع مركز سكايز يلي تابع لمؤسسة سمير قصير، هالمركز للدفاع عن الحريات الإعلامية والثقافية بيطلق حملة توعية تحت عنوان الحرية مش رقم، رح نحكي بكل تفاصيلها، نحكي عن واقع الحريات بالإعلام اليوم والمفهوم يلي عم نتلاقيه وخاصة مع السوشيال ميديا وبالإعلام المرئي المكتوب المسموع وسوي. المسؤول الإعلامي لمؤسسة سمير قصير بينضم لإلي مباشرة من الاستوديو بهذا اللقاء، جاد شحرور صباح الخير. أهلا وسهلا شادي. أهلا وسهلا فيك، شرفتنا. شكرا. معك رح نحكي أكثر عن هالكامبين، عن هيدي الحملة، نحكي أكثر عن استمرار كمان عمل مؤسسة سمير قصير بالرغم من كل الظروف، بالرغم من كل الأبس أند داونز، هيك طلعات ونزلات بالبلد يلي عم بتصير، قمع الحريات ببعض الأحيان، ولكن الكلمة الحرة بتستمر دايما. رح أبدأ معك جاد من خلال مركز سكايز للدفاع عن الحريات الإعلامية والثقافية، عرفني شو عن هالمكان، خليني أقول ضمن مؤسسة سمير قصير. مركز سكايز إذا بدك هو من المشاريع المهمة بقلب مؤسسة سمير قصير، وهو إذا بدك شغلنا اليومي. المركز بيشتغل بأربع بلدان، لبنان، سوريا، فلسطين والأردن. مهمته الأولية هو تسجيل الانتهاكات الإعلامية والثقافية، يعني عم بحكي لما بيكون في عنف أو قمع ضد صحفيين بهالبلدان الأربعة، عم بحكي لما بيكون في منع لأفلام أو لإصدار كتب ثقافية بهذا الإطار. الانتهاكات عديدة بهذا المجال للأسف هي بإزدياد، وهون أهمية وجود هيك مركز ليوثق هيدي الانتهاكات حفاظا على حقوق الصحفيين والعاملين بمجال الثقافة من جهة، ومن جهة أخرى للإضاءة على أنه لازم توقف هيدي الانتهاكات، لأنه مجتمع بلا صحافة حرة هو مجتمع رح يكون سجين لخوفه، هو مجتمع ما رح يقدر لا ينتقد وطنه ولا رح يقدر يطور أفكاره فيه حتى يبني وطن سليم وصحي.
صحيح. جاد اليوم لما نحكي عن غياب سمير قصير يلي كان عنوان لحرية الكلمة، حرية الصحافة، لهيدي الرؤية كمان الثقافية السياسية، هيدا المنظار يلي كان يحطه بعمله اليوم بعد 15 سنة على فقدانه، وباستمرار كمان مؤسسة سمير قصير يلي هو من خلاله حي ومن خلاله صوته عم يصدح ومن خلال كمان كلمته الحرة. اليوم قدام نشتاق كمان لأشخاص هيك عندهم حرية بهذا التعبير، عندهم تنوع، عندهم غنى بالمنظار تبعهم، إن كان بالوسط الثقافي وإن كان بالوسط الإعلامي، لأنه هيك أشخاص هن اللي بيعملوا فرق وهن بيكونوا الغنى بالمجتمع. فعليا يعني بعتقد من اليوم الأول يلي انطلقت فيه مؤسسة سمير قصير قررت أنه ما تكون مؤسسة فقط لذكرى اغتيال صحافي، إنما قررت أنها تكون عم بتكمل المسار مع كل الأجيال المتعاقبة يعني من بعد اغتيال الشهيد الصحافي سمير قصير. وهون اللي عم بقوله أنه كل شيء انكتب أو كل شيء ذكر بالمحتوى يلي قدمه سمير قصير قدرت المؤسسة أنها تشتغل عليه بالعملي، يعني مع الأكاديميين، مع الصحفيين، مع طلاب الإعلام، ولا مرة غابت عن أي تطور للمهنة. بالعكس كانت عم بتجرب تعمل هيدي التدريبات الإعلامية، ومش بس للصحفيين بلبنان إنما بالمنطقة العربية. مؤخرا عملنا كمان يعني تدريبين كانوا على صعيد دولي له علاقة بمراسلي الحرب، يعني شو ممكن ياخدوا أمنيات، أسلوب الوقاية، كيف يحموا نفسهم بأماكن إذا كانوا مراسلين حرب عم بيغطوا. هيدي المهنة، مهنة المتاعب، هيدي المهنة يلي فيها أبعد من عمل واحد بيتقاضى أجر خلاله بآخر الشهر أو بآخر الوظيفة، هي رسالة. ومن هذا المنطلق كمان الشهيد الصحافي سمير قصير كان دايما بهذا المنظار يشتغل. اليوم لما تكونوا عم تعملوا حيلا بروجي، حيلا عمل إلى جانب إن كان الصحفيين وإن كان الناس اللي بيشاركوا كمان بالدورات اللي عم بتصير بكل المواضيع، كيف بتحطوا هذه الروحية تبع الشهيد الصحافي سمير قصير؟ كيف تشتغلوا على أنكم دايما بالرغم لو شو ما تطورت المهنة، لو شو ما تغير، لو شو ما الظروف تبدلت، مش بس بلبنان مثل ما ذكرت، بالوطن العربي دايما يضل في روحية شهيد سمير قصير، كيف عم تشتغلوا من هيدي الناحية؟ يعني بدءا انطلاقا من مراعاة المعايير الأخلاقية والمهنية لمهنة الصحافة، وبعتقد كل ما كان الصحافة عم بيقرب صوب المعايير، وكل ما كان عم بيقرب على كتابة الحقيقة ويكون موضوعي قد ما فيه، ساعتها أنا بعتقد أنه نحن منكون عم نكفي مسيرة سمير قصير من جهة، ومن جهة تانية منكون عم نشجع أنه الصحافي يلي بده يمتهن هالمهنة يكون صوته عالي، واحد اثنين أنه يكون منه خاضع لأي سياسة تحريرية ممكن تأزيله مهنته أو مسيرته المهنية. اليوم لما نحكي عن هيدي المهنية بالعمل، لما نحكي عن 15 عام على المؤسسة يلي كانت امتداد لصوت سمير قصير الحر، اليوم بهال 15 عام قبل ما نحكي عن الجديد، قبل ما نحكي عن الكامبين الحرية مش رقم، شو يلي تحقق؟ شو يلي أكتر شيء كنتوا عم تشتغلوا عليه بداية بلبنان وبعدين كمان بالوطن العربي؟ يعني بداية في اذكر مثلا جائزة سمير قصير لحرية الصحافي اللي يمنحها الاتحاد الأوروبي، وهي جائزة دولية محطة سنوية أيضا. صحيح. وصار أكثر من 35 صحافي حاصل على هيدي الجائزة بفئات مختلفة، يا يعني إما فئة التحقيق المصور يعني السمعي والمرئي، وإما بالتحقيق المكتوب الاستقصائي، وإما بمقالات الرأي. وطبعا الصحفيين يلي نالوا هيدي الجائزة هن من حول العالم العربي ومنا بس بلبنان، وهيدا يعني بأكد قديش المحتوى اللي عم بتقدمه هيدي المؤسسة واصل للعالم العربي من جهة، ومن جهة أخرى في فكرة كتير هيك عم نحس فيها سنويا اللي هو معدل الأعمار يلي عم بتشارك بهيدي الجائزة يلي هن إذا بدك مواليد التسعين. هيدا الشيء بيقلنا أنه المحتوى يلي قدمه سمير قصير رغم
اختلاف الأجيال بعده موجود وفي حدا حابب يكفي هيدي المسيرة. وبالنسبة لنا لمجرد انه يكون في جيل صاعد عم بدافع عن حرية الصحافة دايما بيكون عنا امل انه نحن كمان ندافع عنهم ونكون جنب الى جنب معهم. جهاد اليوم امام هالواقع كمان بالسنوات الاخيرة، واذا بنرجع كمان لورا يعني بالفترة اللي استشهد فيها سمير قصير، بنرجع لفترة كمان الربيع العربي، بنرجع لفترة الخريطة العربية كلها يلي عم تتبدل للبنان كمان يلي مر بأزمات وما زال لليوم. يعني اليوم في فتورة كتير كبيرة عم تندفع إن كان عربيا وإن كان لبنانيا، قد ما ندعي أنه إحنا متحضرين، قد ما ندعي بالحرية، وللأسف هذا الشيء عم نحكيه من وجع من ألم. بعدنا اليوم عم نشوف هذا القمع، عم نشوف هيدي قلة الإدراك بالتعامل مع الأمور. هالسفراء الصحفيين يلي عم ياخدوا ألقاب من خلال هيدي الجائزة، شو المسؤولية اللي على عاتقهم؟ وطالما ذكرت أنهم من جيل آخر، يعني هيدي الشعلة عم تنتقل من جيل صح للتاني، مهمتهم أصعب من سمير ومن يلي سبقوهم قبل؟ مهمتهم منا كتير مختلفة عن المرحلة اللي عاشها سمير، لأنه للأسف يعني بالحكومات العربية ومنعرف أنه هامش الديمقراطية بيختلف من دولة لدولة. في كتير صحفيين من بعد ما نالوا جائزة سمير قصير لأنه فعلا أنتجوا محتوى جدي وبيكشف ملفات فساد حقيقية وبدليل قاطع، والمحتوى تبعه من خلال الجائزة قدر يخرج من حدود البلد يلي أنتج فيها هالمادة ليروح لكل العالم. بمطرح من المطارح قد يحطهم بمواقع الخطر، ولكن اللي بيخلينا نتشجع أنه نكفي بهذا الشيء أنه هول الصحفيين قدروا يطوروا مهنتهم أكثر من خلال هيدي الجائزة، وبالعكس حتى من بعد جائزة سمير قصير حصلوا على جوائز أخرى لأنه انفتح لهم الباب على مساحات أخرى وأوسع بعالم الصحافة. انطلاقا من يلي عم بتقوله، انطلاقا من يلي عم نشهده كمان، انطلاقا من يلي عم نعيشه إن كان على صعيد الإعلامي الصحافي وحتى على صعيد الوطني، اليوم تحت عنوان الحرية مش رقم، هو هاشتاج كمان على السوشيال ميديا لحتى يكون في تفاعل بهذا الموضوع. اليوم خبرني شوي ليه اتجهتوا وتحديدا بهيدا المرحلة اليوم، يعني ما بعد 15 عام على استشهاد سمير قصير، اليوم هذا التايتل عم يرجع يطلع للعلن من خلال كمان عناوين بتفصلوها بخلال هيدي الكامبين، خبرني شوي عن انطلاق هيدي الحملة. الحملة بتهدف لنشر التوعية للمجتمع انه الصحافة هو جزء من هذا المجتمع، ومصطلح السلطة الرابعة ما اجى من فراغ، يعني هو اللي بينقل صوت الشارع. وشفنا بالأيام الأخيرة كان في كتير صحفيين أثناء تأدية مهامهم عم بيتعرضوا للمخاطر، عم بينقذوا يا إما معداتهم عم تتكسر يا إما عم بيتعرضوا للضرب أو للعنف المباشر. وبكتير أوقات كمان يعني أثناء تغطيتهم لأي حدث عم بيصير ممكن يكونوا عرضة للخطر. وهون كانت دعوة للمجتمع لأي حدا بيكون على الأرض أنه التعامل مع الصحافة لازم يكون يعني لحمايته، لأنه هو آخر النهار اللي عم بيوصلنا المعلومة اللي عم بتكون على الأرض لبيوتنا، هو يلي عم ينقلنا أي معلومة ممكن تكون غايبة عنا خلال النهار. بالتالي حمايته وفتح المجال له لنقل الصورة هو اللي بيخلينا نعرف كيف نتفاعل مع مجتمعنا، مع بيئتنا، كيف فينا نطور حالنا أكثر. هيدا التطور بالعمل، هيدا العناوين كمان يلي عم بتضوا عليها، يعني اليوم أنا لما بروح للحملة يلي بتتضمن خمس مواضيع خليني أقول عم بتم التركيز عليها بناء على كمان شو عم بصير على الأرض، يعني اليوم خمس مواضيع وهن سجن الصحفيين، استقلالية القضاء، الرقابة على الفنون، الاعتداء على الصحفيين، وظاهرة الإفلات من العقاب. خبرني شوي قد ايه العناوين مهمة، الرابط المشترك بيناتها بحرية التعبير، وقد ايه هيدا القمع بكل أشكاله الخمسة يلي عم نشوفها بهالعناوين قادر يردنا لورا سنوات وقادر يأثر كمان على الصوت الحر بالصحافة. صحيح، الحملة قررت أنه لما بدأ تحكي عن الحريات أنه تصيب العناصر الخمسة اللي حضرتك ذكرتهم،
بموضوع الإفلات من العقاب، يعني بعتقد أبسط مثل ممكن ينحكى عنه بلبنان هو اغتيال سمير قصير واغتيال جبران تويني. يعني هون عم نحكي، وهذا الشيء مشهد مش فقط بس بلبنان، هو موجود بالعالم. يعني شفنا كمان الصحفية من مالطا يلي شاركت ببنما بيبرز كمان كان عند اغتيالها ما انفتح أي تحقيق. وهون فكرة إنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب، وهو دعوة للسلطات أو للمعنيين إنه عندما يكون هناك في اغتيال لأي صحافي لأنه فقط كشف فساد، يكون في شغل ومثابرة على كشف هوية المجرم. هيدا بالنسبة لموضوع الإفلات من العقاب. الفكرة الثانية لها علاقة باستقلالية القضاء، لأنه إيمانا منا أنه إذا ما كان في قضاء مستقل ما رح يكون في دفاع جدي عن حقوق الناس. بالتالي القضاء بحاجة أنه يكون حر، بحاجة أنه يتحرر من أي تدخل سياسي أو أمني، وبالتالي هيدا يكفل أنه يكون هو قضاء عم بيعمل شغله والمواطن بيكون مرتاح ببلد فيه قضاء مستقل. طبعا هو هيك بطبيعة الأحوال لازم يصير، يعني صحيح. المطلب الإنساني والطبيعي خليني أقول لمسار الأمور. 100%. أكيد إلى جانب سجن الصحفيين والاعتداء عليهم كمان اللي هو أمر مؤسف عم نشوفه حول العالم وبلبنان، وللأسف يعني بأشكال متعددة. يعني للأسف من بعد ما كان لبنان يحمل هيدا عنوان الديمقراطية ولا يزال أنه بدافع عن هيدا العنوان، الصحافة عم تدفع ثمن كتير كبير اليوم من خلال يعني 3 سنين. إذا بدك في أكثر من 450 انتهاك إعلامي ضد الصحفيين، يعني عم بحكي عن ضرب، تكسير معدات، تهديد، فقط لأنهم عم بيعملوا مهنتهم وعم بيأدوا واجبهم الطبيعي على الأرض. من هون اجت أهمية وجود هيك فيديو ويحكوا عنه مصورين هن فعلا تعرضوا لهيدي الانتهاكات أثناء تصويرهم لأحداث ممكن تكون عم بتصير خلال ثورة 17 تشرين. والفكرة الإضافية بهيدا الكامبين اللي هو موضوع الرقابة الفنية، هذا اللي تركته للآخر قصد لأتوقف عنده، لأن هذا موضوع مهم. يعني اليوم بس نحكي عن censorship، إن كان بالكاريكاتور، إن كان بالأفلام، إن كان بالسينما، إن كان بمراية المجتمع يلي هي على مختلف أشكال الفن فينا نشوفها. ده هذا دليل على بشاعة ما توصلنا إليه، وده هذا دليل قمع ودليل طمر للحريات يلي عم نحاول انه نزهرها ونطلعها لبرا ونظهر صورتها بطريقة حلوة. حتى اكتر من هيك، المؤسف بهيدا الشيء انه في فعلا طاقات بلبنان قدرت توصل للعالمية من خلال المحتوى الثقافي يلي انتجته اما بالمسرح او بالسينما او حتى بالكتابة الادبية، ولكن مجرد ما يصطدم هيدا الجيل الجديد بنوع من الرقابة الفنية ممكن يحد من تطور هذا المحتوى الثقافي. وهون كرمال هيك نحن منركز انه يجب الغاء الرقابة الفنية لسبب كتير بسيط، انه اذا نحن قادرين نطور محتوانا وقادرين نطلع هيدي الطاقات والمواهب الشبابية بلبنان للعالم العربي، هذا رح يكون انعكاسه جدا ايجابي علينا. فليلا نحد حالنا نحن وموجودين بالبلد. والفكرة الاخيرة اللي هي بموضوع سجن الصحفيين، لانه ما منعتبر انه بلد ديمقراطي ممكن يسمح بسجن صحفي فقط لانه كشف فساد. الصحافي في حال اخطأ وتم اثبات هذا الخطأ انه نشر معلومات مغلوطة، في كتير اساليب للمحاسبة منا، يمكن وضع ارشادات معينة على ممارسته لهيدي المهنة، منا نشر اعتذار واضح على الصفحات الاولى بمطرح ما بيكتب او مطرح ما بيشتغل. ولكن السجن مش واحد من هيدي اساليب المحاسبة، لانه هيدا فعلا ممكن يخسر لبنان ويخسر ميزته بالديمقراطية تبعا لموقع الجغرافي. طبعا جاد اليوم امام كل هذه العناوين يلي تحت عنوان الحرية مش رقم، كيف عم تترجم الكامبين على الارض؟ مين مشارك فيها؟ كيف رح تتبلور فعليا يعني على الارض؟ شو الخطوات العملية تبعها بالمشاركة؟ يعني بأثناء إعدادها للحملة فعلا بحب أتشكر كل مين دعمنا بهذا الحملة، منهم المراسل والصحافي أدم شمس الدين، المخرج السينمائي روي ديب، الإعلامية جيزال خوري وهي رئيسة مؤسسة طبعا. سمير قصير، المصور مروان طحطح وحسن شعبان فعليا يعني، والمحامية غيدة فرنجية. أول شيء شكر لهم لأنه عن جد حسوا حالهم معنيين بهذه الحملة من جهة،
ومن جهة تانية فعلا الجسم الصحافي إذا بدك أثبت اهتمامه بهيدي الحملة، لأنه تم نشرها بشكل كتير كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وحتى بعض المؤسسات الإعلامية اللبنانية قررت أنه تنشر فيديوهات الحملة خلال نشرة الأخبار المسائية يعني بالبرايم تايم. وهون بأكد على ضرورة المحتوى يلي قدمته هيدي الحملة، وكرمال هيك كان بعتقد في تكافل واهتمام على أهمية المضمون وأهمية هيدي الحملة. واليوم نحن موجودين بتلفزيون لبنان، وهذا كمان بفرجي قديش دعم كمان من قبلكم لفعل المساهمة بهيدي التوعية للمجتمع ولحماية الصحفيين. طبعا لأنه تلفزيون لبنان على كل حال شريك لكل لبنان وشريك للحرية دايما. ختاما جاد، هل من تحضير لمشاريع تانية؟ هل في شيء جديد عم يتحضر مع مؤسسة سمير قصير؟ عم نحاول نرجع يعني نقدر نركلج الأمور من بعد يعني جائحة كورونا من جهة، والوضع الاقتصادي من جهة أخرى، لأنه مثل ما بتعرفوا نحن كان مفروض يكون عنا جائزة سمير قصير لحرية الصحافي خلال هذا الشهر، ولكن تم تأجيلها لوجستيا. في ديت معينة أو تاريخ معين؟ أو لا، بعد ما قدرنا نحدد ديت معين، ولكن اللي بدي أقوله لكل الناس اللي قدمت على جائزة سمير قصير، فعلا اللجنة عملت عملها وصار في يعني العشرة النهائيين، يعني صرنا بالمرحلة الأخيرة من الإعلان، ولكن التدابير اللوجستية اللي كنا نعملها بأول أسبوع من حزيران هو اللي تأجل لسلامة الناس طبعاً. وللصحفيين يلي ممكن يحضروا هيدا الشيء، رح نرجع بوقت مقبل نذكرهم. مشاريعنا مكفية، في دراسات عم نشتغل عليها لها علاقة بالحقوق الرقمية وتطور وتفاعل المجتمع مع السوشيال ميديا من جهة، في لنا كمان أبحاث عم نشارك فيها لها علاقة بالمحتوى الصحافي بالعالم العربي، بأوقات لاحقة أكيد رح تكون بمتناول الجميع. على كل حال يعطيكم ألف عافية، دايما متابعينكم ودايما مننطر هذا الصوت الحر، لأنه هو أمل بضيق بآخر هذا النفق يلي عم نمرق فيه، وعلى أمر يمرق على خير إن كان على لبنان أو العالم العربي كله. المسؤول الإعلامي لمؤسسة سمير قصير جاد شحرور، شكرا لحضورك معنا. شكرا لكم، وتحية لكل الأشخاص العاملين بحقل الثقافة الحرة والصحافة الحرة كمان، وتحية للإعلامية جزال خوري كمان. شكرا رئيسة المؤسسة، شكرا لك، أهلا وسهلا فيك. شكرا. يعلى. مشاهدينا نحن وياكم منتابع بصبحيتنا، ولكن بعد الفاصل نو زابينج، خليكم معنا. متابع مشاهدينا بصبحيتنا نحن وياكم، وختاما مثل لما بنروح لثقافة يلي هي عنوان دائما حاضر وضروري يكون مستمر لحتى نضل عم نتغذى من هيدا الجانب. اليوم كمان بإطار موضوع بيروت في عيون الرحالة مع جمعية تراثنا بيروت يلي بتضوي أكثر على هذا الموضوع، عم نتوقف عند محطات عند أسماء، بناخد شوية ثقافة لحتى نحطهم بجعبتنا وناخدهم معنا بهيدي المرحلة يلي صارت الثقافة فيها عملة نادرة، ولكن مع جمعية مثل جمعية تراثنا بيروت دايما منكون مطمنين انه الثقافة بعدها بألف خير. رئيس الجمعية بينضم لإلي دكتور سهيل منيني لحتى أكثر نتوقف بإطار هذا الموضوع وناخذ زودتنا الثقافية منك. صباح الخير دكتور. صباح الخير، أهلا وسهلا. شكرا لكم، شرفتنا دكتور. بداية اسمح لي أبدأ معك مع جمعية تراثنا بيروت، هيك نعرف شوي عن انطلاقة الجمعية، عملها الأساسي كيف بدأ وكيف هي مستمرة لليوم؟ الحقيقة يعني نحن ابتدينا بال 2016 كمجموعة أو تجمع فيك تقول، اللي هو تراث بيروت. عملنا مجموعة يعني من باحثين وأشخاص مهتمين ونشطين يعني بالشأن البيروتي الثقافي، ما لنا أي علاقة لا سياسية ولا دينية ولا أي شيء. يعني اجتمعنا وصرنا نلاحظ أنه في تراث غني كتير نحن عنا، يعني إن كان التراث يعني الملموس أو غير الملموس، يعني التانجبل أو الانتانجبل.
غني. وكمان مش كتير عالم بتعرف عن تراثها، خاصة الشباب يعني هلأ مش كتير مهتمين وهذا، فبدنا نوصل المسج من خلال السوشيال ميديا يعني، لأنه هذا هلأ الترند مثل ما بتعرفوا هيك. والحمد لله مش الحال. كيف بهالأربع سنوات دكتور اتطورتوا بالعمل، قدرتوا كمان توصلوا لشريحة أكبر من ناس، خبر شوي هيك سير العمل كيف صار فعليا بمخطط الشغل؟ نعم العمل مخطط الحقيقة، وبعد كنا ما تسجلنا كجمعية، أوكي نحن بال 2019 حتى قدمنا تسجيل لجمعية، جمعية تراث المداروت. طبعا بس بهالوقت هيدا يعني مش ما قعدنا او قلنا يعني ما بدنا نعمل شيء، فشكلنا لجان مثلا العلاقات العامه، لجنه البحوث التراثيه، البحوث التاريخيه، لجنه البحوث الفنيه، وعندنا يعني اهم مؤرخين ومن اهم هذا، ف يعني كنا تحت مظله وحده اللي هي فيك تقول الحفاظ على بيروت وتراث بيروت. أدي مهم هذا الموضوع، وخاصة كمان للأجيال الصاعدة، للأجيال الجديدة، لأنه اليوم مع السوشيال ميديا، مع عصر السرعة، مع الأزمات اللي عم نمر فيهم كمان، الواحد يمكن بيروح وبينصب اهتمامه على أماكن تانية، وبتبقى الثقافة شوي على جنب. أدي هذه الشغلة مهمة يلي حضرتكم عم تشتغلوا عليها لحتى تضلها مرسخة، وخاصة عند الجيل الصاعد، هذا جيل السرعة وجيل التكنولوجي وجيل الإنترنت. نعم شوف يعني الثقافة لو كانت يعني في ناس بيعتبروا يعني انه هلا الثقافة ما كتير مهمة وهذا، لا بس بالنتيجة بتفرض حالها الثقافة، وخاصة الثقافة التراثية. ليه؟ طبعا لانه هذا انتمائك، هذا يعني انت هويتك، تراثك يعني عم بينتقل لك من جيل لجيل، ان كان بالكتابة او بالرسوم الفنية او من الذاكرة، شو عم تسمع، شو ما بتقدر تتخلى. لو في مرحلة معينة ترانزيانت تقدر تتخلى عن هالشيء، بس بالنتيجة هذا يعني انت بدك تحافظ على هذا التراث. نحن هذا اللي بنعمله، ومثل ما قلت حضرتك شادي يعني انه عم نعتمد على السوشيال ميديا اكثر شيء عنا هلا، يعني على الفيسبوك، على الانستغرام، على تويتر، لينكد ان، كل هالاشياء يعني هيدي. لا تكونوا مواكبين وحاضرين هي غصب عنا، وكلها تحت اسم تراث بيروت. طبعا طبعا بيروت هيريتج فيهم يعني. دكتور نمني، اليوم لما اروح لبيروت في عيون الرحالة عنوان هيك كمان بيخدنا لبيروت يلي مرقت بمحطات، باسماء، برجالات، بثقافات متعددة. صحيح. مدونات الرحالة القدماء من 400 ما قبل المسيح ووصولا إلى 1900 بي سي قبل المسيح أيضا. كيف فينا نعرف عن هذه المرحلة لنرجع نفوت بتفاصيلها هيك ونتوقف مع بعض المحطات اللي حضرتك محضرنا ليهن؟ نعم يعني أول شيء بدنا نعتبر بيروت كمدينة عمرها 4000 سنة. نحن صحيح ابتدأنا من 400 قبل الميلاد يعني بمذكرات نونوس اللي نحكي عنها، بس تاريخها يعني أكثر من هيك بكثير. بيروت فينا يعني فينا نقول يعني ب 2555 قبل الميلاد كان الفرعون رعمسيس على رأس الجيش اللي وصل لمنطقة اسمها قهرامة تقريبا. اوكي طيب يعني صار دراسات ما كانوا يعرفوا هيدي وين هالمنطقة هيدي يعني اللي على المتوسط. على كل حال بجهود كتير قوية وكبيرة وتضحية يعني من مؤرخ اسمه أنيس أبيض قدر يكتشف انه هيدي المنطقة قهرامة اللي هي قلمون اللي هي جنوب طرابلس. طيب هذه كانت قرية، فمن يعني من الأجدر أنه كانت بيروت مذكورة بأوراق البردة اللي اكتشفت، وبعتقد أنا أنه هي مفقود، في جزء منها مفقود بيحكي عن بيروت. مشان هيك بنقول أن احنا اللي وصلنا تاريخيا كأول نص هو النص الأناشيد اللي كتبه نونوس اللي كان هو يعني شاعر الملاحم الأسطورية. في يعني هي أقدم الوثائق اللي نقول عن قدم في مصر بيروت. في مصر العليا بسموها يعني بهذاك الوقت. فكان يعني كانت الأنشيد تعمل بشكل مزامير هذا،
يعني الزلم يعني اجى عم نحكي عن بيروت، لما اجى عن بيروت يعني ما فيك تتخيل انه واحد حكي كانه عمره ما شاف مدينه بهالجمال، ولا تزال مع كل الصعوبات وكل هذا بيروت مثل طير فينيق. واذا بتقرا التاريخ بتشوف انه بتدمر او عائدين اهلها او على ايدين الغزاة او حتى غضب رباني مثل الزلازل، بس بالنتيجه بترجع. صحيح، واكبر دليل يعني هاي بيروت، بيروت يلي هي مدفونه تحت ست او سبع طبقات من بيروت، يقال نعم. هي دائما مثل ما يقال طبعا هي دائما مثل طائر الفينيق اللي بيرجع بينطلق وبينبثق الى الحياه الى الحريه. اذا بدي روح مع حضرتك شوي لنرجع هيك بالمذكرات، لوين بتاخذني، لاي تاريخ بدايه، خلينا نبلش او لاي مؤرخ او رحاله رح نتوقف عنده اول شيء. طيب حكينا عن نونس اللي هو اللي هو يعني تقريبا بالاواخر القرن الرابع قبل الميلاد. نعم اوكي. طيب بعدين اجوا رحال كثير منهم اللي كان يعني يرسم لوحات، منهم اللي كان يدون، منهم كانوا دبلوماسيين، بس اكثرهم اللي لاحظنا انه يسجلوا الحياه الاجتماعيه والسياسيه، وهذا ببيروت. هي بيروت كانت محطه للحجاج للديار المقدسه. نعم. على رحم الحجاج القدس، هو اللي اكثر شيء كانوا يدونوا. طيب فينا نقول انه من بعد النص وصل لنا مدونات خطيب شهير يوناني كان اسمه ليبانوس الانطاكي. نعم اوكي. ليبانوس الانطاكي هذا كان تقريبا بالوقت اللي ولد فيه سيد المسيح، وكتب مذكرات وكتب عن بيروت، قال بيروت مدينة فينيقيا الفائقة الجمال والفائقة الأناقة. بعضها يمكن ما هيك وهيك لازم تبقى اوكي وهيك لازم تبقى والكلية الكمال. هذا كتبه ليبانوس الأنطاكي. هل من علاقة باسمه؟ لأنه منحس لا انه ليبانوس لا ثابت قريب على يعني من حاولنا نشوف انه اذا في لا هو رحالة يوناني. نعم كمان قال وكانت المنطقة الأكثر تحضرا بين الكل تحت حكم القوانين والحكام المعنيين، وامبراطور جعل حياته كلها يحمل السلاح لكي يدافع عن الحق. يعني كان يقصد الامبراطور كونستانتينوس الثاني. مرق فترات ورحالي اخر، نحن بس هلا يعني مشان الوقت عم ناخذ انه اللي عندهم اهم مدونات. صحيح. فمنهم منهم كان يعني هون يمكن بدي اروح لمرحله ثانيه مع مدونة بيريت، خليني أقول لمؤلفه يوهانس ستراوخ رئيس جامعة سالانا، أو منكون كتير أفزنا لقدام. منجيلة أوكي. في قبل منها شوي أنا هاد تنعد شوي حديثي. كيف فينا نختصر هاي المرحلة اللي قبل ما نوصل لل 1662 ونحكي بإطار هذا الموضوع؟ لا ستراوخ اللي حكيت عنه شادي هو كتب الكتاب، الأول كتاب مطبوع. نعم. لما بلشت الطباعة كان يوصلنا نحن مخطوطات ودواوين وهيك أشياء. يعني فينا نذكر أنه من أهم اللي وصلنا منهم للجامعة اللي هو ديترويا. طيب ديترويا كان مبعوث الفاتيكاني لبيروت سنة 1442. طيب كتب مدونات مذكرات وقال فيها يعني صار يشرح فيها عن أسواق بيروت وطرقاتها وناسها والمباني، يعني أنه حتى نحكي باختصار. نعم. وتنوع الناس اللي فيها. هلأ إذا بدنا نشوف على الشاشة عم نشوف لوحات. أوكي شو مثلا هذه اللوحة لرسام نيومان. إذا فينا نوقف عند لوحة بس بكون أحسن. أكيد. خلينا نرجع للوحة اللي كنا عم نشوفها قبل لحتى نكون عم نتوقف عند شو كان عم بيقول دكتور. يا ريت نتوقف عند لوحة واحدة ونحكي عنها شوي، يعني بدي شوفينا دقيقتين. شو فينا نتوقف عند هاللوحة؟ طيب اوكي هذه مثلا اوكي هي لوحة من اللوحات ب 1833. نعم. شوف يعني بتلاحظ انه
قديش بيروت يعني مدينة جميلة. الموقع تبع اللوحة من هلأ مدينة البشورة إذا فيها، ومبين باطن بيروت مثل ما بنسميه. إذا لوحة تانية بليز. رح ننتقل لصورة تانية تاخذنا للوحة أخرى طيب أو لمخطط ما بعرف. خلينا هون، مثل ما بتعرفوا أنه بيروت هي كمدينة محاطة بسور. هذا السور من أقدم الأزمنة موجود، منه شيء جديد، وانهدم تقريبا كليا بعد سنة 1840، وراح كل أثر له بمطلع على هذا. طيب هيدا كمان بسموها باب من أبواب بيروت على السور. كمان هذه لابور، هذه لوحة رسمها، هذا كان دبلوماسي فرنسي ورسم هاللوحات كثير. عن شو ميزة هالأبواب؟ يعني كمان هذا شيء بنشهده بالمنطقة، لأنه كمان بسوريا بالشام بنشوف الأبواب يلي تحيط طبعاً بالمدن. بيروت كمان يلي عم نشوف هالأبواب يلي يمكن على مر التاريخ كان فقدنا منها بسبب الحروب، بطلت موجودة فيزيكلي يعني خليني أقوله، ولكن هي حاضرة. شو أهمية هالأبواب على مداخل المدن؟ شادي مش بسبب الحروب الحقيقة أنه بطلت موجودة، بسبب التوسع العمراني أكثر شيء. أنه هي أصلا يعني كانت هذه مدن تنعد مدن صغيرة، فبدأ تتحصن داخل هالأسوار هذه. بيروت يقال أنه كان لها 7 أبواب، بعض المؤرخين بيقول انه هي بلشت ب4 ابواب، يعني انه بطبيعه الحال انه ما معقول انت عم تحمي حالك تكتر ابواب منها، يعني من هالمنطق هذا. فالابواب هذه حكينا كثير عنها على نحن على صفحاتنا، وشرحناها بالتفصيل شو كان فيها، والابراج اللي كانت عليها ان كانت مدنيه او كانت عسكريه. وفي طبعا مصنفات اسهبت بهالوصف، يعني بذكر كتاب منزول بيروت للمؤرخ عبد اللطيف فخوري مفصل فيها هالشيء بشكل دقيق جدا. إذا بدي أرجع للوحات يعني لحتى بس أحكي عن أول صورة تم تصويرها لبيروت موجودة على على هذا. أول صورة يعني إذا فينا نرجع لحتى نشوف أول صورة، وهي بحسب ما عم تقول حضرتك هذه. نعم فينا نقف هون شوي. يلي بتأرخ أول صورة لبيروت هلا هيدي بدي أقف عندها شوي. نعم شو عم نشوف بهاللوحة؟ هلا نحن عمال نشوف أول صورة فوتوغرافية تم تصويرها لبيروت. نعم عم نشوف بمقدمة الصورة شيء اسمه السرايا. هذه كان سرايا الأمير عساف. المسجد اللي موجود هو ملاصق للسيارة، بناه الأمير عساف مع السرايا تبعته، ولا يزال موجود إلى اليوم، اللي هو جامع الأمير عساف. نعم بالأسواق بيروت بعده موجود. بنشوف بالخلفية الصورة تلال الأشرفية، بعدين جبال لبنان. هذه الصورة انعملت بأسلوب كان اسمه داتيريو تايب شيء هيك، اوكي على حسب مخترع. شوف شو حلو يعني كان حتى هذا. هلا اللي صورها 2 شخصين فرنسيين، فيسكي والثاني كان فيرني. هلا كل المراجع بتقول انه هن كانوا مصوران فرنسيين، يعني الحقيقه فيسكي كان المصور، فيرني كان خاله. فاجا معه كان جاي معه بالرحله، جاي معه بالرحله وكان رسام. هيدي الحكي شفنا دقدسنا شوي، انه على سيره كمان خاله وما خاله، يعني هلا الماده التاريخيه عند بعض الناس جافه شوي. من وقت لوقت بدا هيك شيء يطريها. بحكي لك شو قصه خاله. خبرنا. اوكي تعرف نحن يعني من الأشياء المهتم فيها التراث الشعبي. التراث الشعبي من ضمنه الأمثال. نعم الأمثال البيروتية في منها كثير إلى أصل ليش انقالت، مش هيك اعتباطا. فمنها الأمثال هيدي، الولد ولو بار تلتينه على الخال، تلتينه على الخال أو تلتينه للخال. أوكي على سيرة دخاله للزلمة. يقال إنه بباطن بيروت زمان كان في ست، اوكي عندها ولد مجوزة، توفى جوزها، عندها هالولد، يا امي بدك لازم تتعلم صنعة احسن مطبور. ودته عند النجار، اوكي ما طلع من امره شيء، ما تعلم شيء. عند الحداد، عند الخباز، غلبت فيه، قالت اخر شيء، قالت له ما لك الا خالك يعلمك صنعته. راحت بالليل اخذته عند خاله، قال له ايه اتركي علي انا هذا، روحي انت. قال له شوف يا خالي انا شغلتي حرامي،
هذه الشغله بدها زكاه، بدها دقه، بدها خفيه، بدها اتسترا، بتعرف يدل الحراميه ببيروت من هذيك الفتره على ما يبدو للاسف. نعم فروح انت نام هلا وعبكره بشرح لك اساليب الكار تبعنا كيف شغلنا احسن ما تبور. سو قام هذا الخال عبكره بتطلع لقى ابن اخته صار اوربان. زمان كانوا الحرامية يسروا يهربوا مش يعني مش هلا صاروا بيسرقوا وهم لابسين على قلبك، عرفت كيف؟ المهم راح الخال عند اخته قال له انه يا عمي هذا ابنك انا عمل هيك. قالت له خي الولد لو بار تلتهنوا للخال. فهذه صارت مشكله على ما يبدو. فيسكي طلع على خاله فوسعوا اثنيناتهم الصوره، واحد فوتوغرافيا وواحد بالرسم. دكتور منين لحتى نكون عم نختصر الوقت، نعم كمان رح نحكي عن كل المحطات. رح اقفز مع حضرتك، اسمح لي روح على بيريت يلي هو اقدم الكتب لمؤلفه يوهانس شتراوخ رئيس جامعه سلانا الالمانيه ويلي طبع بالعام 1662. شو أهمية تاريخ هالكتاب لمدينة بيروت؟ أهمية تاريخ مهم جدا 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 لتعرف القوانين اللي كانت موجودة في بيروت في ذلك الوقت. نعم. هو كتاب بالدرجة الأولى قانوني، لأنه اللي عمله إنسان لوير وقانون وكل القوانين. نعم. بس استفدنا يعني منه نحن اللي بهمنا يعني بجمعية تراثنا بيروت، اللي هو الحالة الاجتماعية اللي كانت سائد في ذلك الوقت، يعني تقريبا بأواسط القرن السابع عشر. فكان مفيد جدا الحياة الكتاب، لأن كيف كانت الطبقات الاجتماعية، هذا له مميزات هاي الطبقة، كيف كانت الطبقة الكادحة، الطبقة العامة، الطبقة اتسترا. فكتاب الحقيقة أنه كتير مهم، ووزعوا بالأيو اللي هو المركز التراث اللبناني، توزع فري كمان حتى وقتها. والحقيقه يعني انا بدي هون بدي احيي رئيس المركز يعني استاذ هوري صغير، لانه تعب كثير الحقيقه لتحضير هالكتاب وترجم باربع لغات. هذا فتحيه لكل استاذ هوري كان معنا من فتره كمان، لانه عم يحكي عن كل هالكونفرنسز اللي عم يصيروا اونلاين كمان، عالم من اعلام الثقافه اللي عم بيتابعهم كمان اونلاين مع الايو مثل ما حضرتك عم تذكر. يعني من هون اهميه هذا الكتاب لتوثيق بيروت من الناحيه الاجتماعيه. ولكن حضرتك بتقول كمان انه من اهم من كتب ومن ارخ البيرتي بحياتهم الاجتماعيه بمنتصف القرن التاسع عشر هو القنصل الفرنسي في بيروت أنري جيز بال 1847. 47 شو اهميه هالشخص هذا القنصل وليش هو تحديدا؟ الظاهر انه هذا القنصل كان يحب كل شردي وردي، فهذه هي الاهميه. يعني بتحس يعني انه كانه عايش معك وعمال يعني تقريبا الاخبار اللي ذكرها، يعني حتى يروح هو يشوف مثل الدراويش شو كانوا يعملوا ببيروت ويحكي قصصهم. لا كان من الناحيه الاجتماعيه نعم كتاب هذا انعكاس كمان لتطور هذه العلاقات الاجتماعيه ما بين لبنان وفرنسا اكيد من بعد فتره الانتداب بعدين، ولكن قد ايه كانت حاضره هالثقافه من قبل كمان بهالاشخاص. طبعا هون كمان بروح لمارتين يلي زار بيروت كمان وارخ هذه الزياره واندهش لمارتين. عشق بيروت، عشق بيروت، حتى جاب عائلته وجاب بنته وجاب وهذا، وتوفت بنته ببيروت. يعني بس يعني انا هون حابب اذكر الجمله اللي قالها لمارتين لما وقف على تله مارمتر بالاشرفيه وانكشفت بيروت قدامه. اذا توقف هلا هلا انت بتلاقي بيروت يعني من البور لراس بيروت كلها مكشوفه قدامك، ولا البحر منظر. يعني عم نحكي تقريبا بال 1832 بهيدي المرحله. 1832 اول ما وصل، يعني هو سكن بحي مارمارون. في طبعا قصص كثيره هلا ما في وقت انه نشرحها، بس لما وقف على تله مارمتر كتب جملته الشهيره الرائعه. قال يعني شوف قديش بيروت مدينه حلوه وقديش فيها هذا، اخذت عقول هذا. نحن شفنا لوحه مرسومة على البحر إذا شفتها، صحيح يلي توقفنا عندها قبل وشفناها. كانوا يتباروا الرسامين ليرسموا بحر عين المريسي وبحر ميت الحصن يعني شيء. لمارتين قال لما اطلع قال لم يعطي الله الإنسان أن يحلم بكل الجمال الذي صنعه اللي صنعه الرب، لقد كنت أحلم برؤية جنة عدن ويمكن القول أنني شاهدتها. طيب هذا جاي من فرنسا والألزاس واللورين والمناطق واندهش بجمال بيروت. طيب نحن ليش عم ندمرها؟ ليش عم نحرقها؟
على كل حال هذا موضوع ثاني. طبعا اليوم يعني لما نتوقف عند كل هالاسماء، لما نتوقف عند كل هالجماليه يلي منشوفها بالشعر، بالرسم، بتوثيق الصور، بالمؤرخين يلي كتبوا عن هيدي البيروت الانيقه يلي ذكرتها ببدايه حديثنا، قد هذا الامتداد بعده موجود من خلال ما تبقى من بيروت ويلي عم نشوفه، وقد ايه مهم نحافظ عليه، لانه للاسف عم نشوف كثير مشاهد بشعه بتكسير بيروت، بقطع ارزاق الناس، باكيد المطالبه بالحق والمطالبه بالجوع والمطالبه بالحقوق، اكيد امر مشروع، ولكن ليه بدنا ندمر بيروت على حساب هالموضوع؟ ومن هون اهميه موضوعنا اليوم، هيدي البيروت يلي مرق عليها كل هالتاريخ الحلو، شو أهمية أنه نحافظ عليها وهي لؤلؤة المتوسط؟ نحن اللي فينا نعمله كجيل هلأ صار على مشارف يقولكم باي باي، في يعني فينا نوصي توصيات أنه الأهل يعني أو حتى الهيئات التربوية يعطوا مجال أكثر للعناية بتراث بيروت، بتاريخ بيروت، لأنه هيدي بتعلق الإنسان أكثر من زوره، يعني يمكن يفكر مرتين قبل ما يحمل عصاية ويكسر إشارة سير. هذه هي يعني هذا الانتماء اللي نبحث عنه بهذا الوطن بأي مكان منكون فيه 100%. هذا التراث ما بموت، في أشياء بتتغير مع الوقت، في مثلا التراث العمراني أوكي عم بروح لأسباب سياسية، لأسباب مالية، لتسلط المال عم تتهدم، وهذا بس أوكي يعني ما فينا نمنع الحداثة نحن، بس بس ما تكون على حساب بس على الحفاظ على التراث. طيب انه كل العمليه بدا قانون واضح وصريح يحمي لهلا من سنه 1935 لاول قانون اللي هو حمايه المباني التراثيه، لهلا يعني المباني كانت بالالوف، بعد عنا بيروت 200 او اقل. طب انه ولو يا دوله ولو يا ما بعرف انا المسؤولين يعني شو صايروا، ما عم بفهم. طب 200 مبنى محرزي نعمل كل سنة عم نعمل عليهم مشاكل وعم نعمل، وهذا والمحافظ وقرار وما قرار ومنع الهدم، انه صعب ينعملوا مكاتب عامة، مسارح، مراكز ثقافية، مراكز تربوية، حضانات أطفال، يا أخي سفارات تشتري. على كل حال نحن بحاجة لبيروت أنها تحافظ على هذا التراث، بحاجة للوعي عند المسؤولين، عند المعنيين، عند الناس، الكل معني ببيروت وبلبنان، ما فينا نتقاضى في المسؤوليات، لأنه انطلاقا من كل واحد من تصرفه بس يفشخ على الطريق، من حضوره على الطريق بده يكون راقي، بده يكون مسؤول، وهذا للأسف يمكن بعدنا ما عم نشهدها، ولكن بنتأمل نحن عم نقدر نكافح قد ما عمل مقدر. مشان هيك عملنا سنويا في عنا ب 26 نوفمبر من كل سنة عم نعمل احتفال كثير كبير مسمينه يوم تراث بيروت، لحتى نعمل يوم تراث بيروت مثل ما عنا يوم الشجرة أو يوم طبعا ليكون في استمرارية ومحافظة على هذا في يوم تراث طبعا بيروت. دكتور منيمني رئيس جمعية تراثنا بيروت، أنا بدي أشكر حضورك معنا، شكرا لحديثك الحلو عن بيروت، وهذا يلي دايما منحب نحكي عن بيروتنا يلي منحبها هالقد، ودايما منتأمل أنه تضل مثل طائر الفينيق، مش بس عم تطلع من الكبوة، إنها تطلع وتصير حرة دائما وتضل جميلة دائما. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك، شرفتنا. مرسي معك. أنا بختم حلقتنا لليوم مشاهدينا، بتمنى لكم نهار ممتع، اللقاء أكيد بيتجدد مع الزملاء بصبحية جديدة بكرة، كونوا على الموعد، وما تنسوا عبالكم تغيروا شيء بحياتكم، أكيد بعد في وقت. إلى اللقاء.